إذن مشاهدينا، حول السجين الذي تحدثنا عليه في بداية هذه النشرة، القضية الرئيسية وربما كما ذكرنا القبر التدمري والذي بقي فيه لفترة طويلة. معنا من بيروت علي أبو دهن، السجين اللبناني السابق في سجن تدمر بريف حمص. أهلا وسهلا بك سيد علي. يعني سأتركك في البداية لتخبرنا وبالتفصيل عن ما حدث لك منذ أن دعيت إلى فنجان القهوة. سجن تدمر هو من أسوأ السجون بالعالم، بالعكس إن بيقولوا بين أول خمس سجون أو سبع سجون، أنا بقول هو السجن الأول بالعالم سجن تدمر. في لمن فتنا كان في شرطي عم يقلنا هون حافظ الأسد منع دخول الله إلى سجن تدمر، أنتوا هون من دون الله، نحن الله، نحن اللي نحييكم ونحن اللي نميتكم، ما في حدا غيرنا. هيدا سجن تدمر وهيدا العنوان الأساسي واللي انكتب على بابه الداخل. طيب خلينا ندخل ب والخارج مولود. يعني ذكرنا هذه المعلومات حول وحشية ما يحدث هناك، ولكن نحب نعرف من تجربتك أنت ما الذي حدث هناك وكيف تنقلت من سجن إلى آخر حتى وصلت إليه وكيف خرجت؟ أنا دعيت على فنجان قهوة فعلا لأنه اتهموني أنه أنا بالقوات اللبنانية، وهذه التهمة بتشرفني جدا. وبعدين فت لأشرب فنجان القهوة وقعدت 13 سنة وتنقلت بعدة سجون بعدة فروعة، فرع التحقيق العسكري، فرع فلسطين، فرع المسلخ اللي بنسميه نحن، وبعدين نقلوني إلى سجن تدمر اللي هو الأسوأ بالعالم. بسجن تدمر قعدنا 4 سنين و8 أشهر، وهونيك بتفوتي ما بتعودي تعرفي شو في خبر برا. مثلا بسجن تدمر لما فتنا بعد لما طلعنا بعد 4 سنين و8 أشهر بسنة 1992 بآخرها، عرفنا أنه الاتحاد السوفيتي تفكك، وعرفنا أنه برلين توحدت وجدار برلين انهد، عرفناهم هولي بأوائل 93. يعني انقطعتم عن العالم الخارجي كليا، ولكن ماذا حدث خلف الأبواب بالنهاية؟ خلف الأبواب كان الموت هين كتير بالنسبة لهم، ونحن كنا نطلب في أوقات يعني نستغفر الله هلا، كنا نطلب أنه نحن نموت لأنه ما عاد نقدر نتحمل هالظلم اللي هو اللي ما أنا بدي أعرف هذا الظلم. يعني أنت كتبت كتاب العائد من جهنم، بدي أعرف جهنم السورية كيف تبدو لك؟ جهنم السورية هي بتبدو لي بكل لحظة. أنا بدي أخبرك شغلة، أنه في يوم من الأيام أنه عم يفوتوا لنا أكل، إذا بتحبي عم يفوتوا لنا أكل، قام الشرطة قال هودي ما بيحبوا بشار الأسد ولا حافظ الأسد ولا حدا، فنحن لازم نفرجيهم شو لازم ياكلوا. أجلك بول على بالة على الرز اللي بده يفوت لنا. أنا طبعا شفته من ثقب الباب وما أكلت، وقلت لرفقاتي انه انا معدتي عم توجعني، واكلوا رفقاتي، وانا قد ايه كنت انا ليش ضحكت على رفقاتك ما خبرتهم؟ لانه من خوفي اول شيء اذا خبرتهم تقور عيني ويقطع لساني اذا بخبرهم انه انا شو شفت، لانه ممنوع شوف برا. وبوقت ذاته قلت انا لازم اطلع ودون هالمذكرات للعالم يعرف شو عم بيصير. فلما سألت رفيقي قلت له شو طعمة هالرز؟ قال لي ما بعرف، في طعمة مختلفة عن كل مرة، يمكن في شيء نوع من البهارات الهندية أو شيء. فضحكت وبالوقت ذاته بكيت على قدي أنه أنا كنت جبان ما قدرت خبره، وضحكت بقلبي أنه شو منتصور نحن حتى بول العسكري نفكره أنه بهار شيء جاي من الهند لا يطعمون اياه. طيب هذا اقصى ما شاهدته، معلي اخ علي، هذا اقصى ما شاهدته او التجربه التي مرت عليك، او هناك اكثر من ذلك؟ وبالمقابل قضيه المفقودين اللبنانيين لا زالت قائمه حتى الان، الكثير يتحدث انه الكثير منهم لا زالوا على قيد الحياه داخل السجون، هل عندك معلومات؟ هل التقيت باي من هؤلاء؟ طبيعي، انا لما طلعت من سجن تدمر تركت بنفس الغرفه اللي طلعنا فيها تركت 4 لبنانيين، وعلى سبيل المثال هيدي اسمائهم اللي هن علي سعيد الحج، توفيق الفوال، جمال ياسين، فهودي تركتهم بنفس الغرفه. انا طلعت واين هم؟ انا لبناني هلا انا عم بحكي مع حضرتك وهن بعدهم مغيبين. في عشرات بل مئات المساجين اللبنانيين اللي بعدهم مغيبين بسجن تدمر. سجن تدمر هو من الأسوأ مثل ما قلت لك، وبكل لحظه بصير في موت
من الأموات. نعم. طيب هل كنت من المغيبين إذا ما صح التعبير، بمعنى آخر أنه الأهل ما كانوا عارفين وين أنت متواجد؟ هل كان هناك معلومة على الأقل أنه أنت مع السوريين أو لا؟ أنا كانت زوجتي معي اللي ملقطوني، وتاني نهار عم تسأل عني قالوا لها زوجك مش عنا، وقالت لهم أنا كنت أنا وياه، قالوا لها روحي فلي أحلى ما تصيري جنبه ما عود حدا يعرف عنك. طبعا أنا ما حدا شافني ولا حدا عرف عني شيء لأنه لأني غايب لخمس سنين. بعد خمس سنين لأجتني زيارة من مرتي على شيء أربعة أشهر، وبعدين قطعوا الزيارة عني لأنهم هن مثل ما بدهم بيعملوا، قالوا لها مش موجود عنا. كيف قالت لهم أنا زرته وما قالوا لها مش هولي. طيب وكيف تمت عملية إطلاق سراحك؟ أنا برفع دي بقول يا رب تتم طريق سراح الجميع، لأنه لمات حافظ الأسد إجا بشار الأسد وعمل عفو عن سجن اللي نحن فيه سجن سادنايا. فهلأ أنا بتدرع لرب العالمين بقول يا رب يموت بشار لا يطلعوا رفقاتي. وقديش هو هذا صعب جدا الإنسان يطلب موت إنسان لتحرير آخر، ولكن اللي عملوا فينا واللي عملوا بمعتقلينا صرنا نحن نطلب له الموت. إيه بس كيف طلعت؟ ليش طلعوك على أي أساس؟ إن شاء الله. أخ علي، ولا شك أنه لما طلعت بعد ما كنت مقطوع عن العالم لم تعرف فقط عن الجانب السياسي، ولكن حتى الجانب الإنساني عرفت بوفاة والدتك بحسب ما أفهم. من بعد ما طلعت عرفت بوفاة والدتي. طبعا والدتي كانت منتظرتني مثل ما عشرات الأمهات اللي منتظرين بعدهم أولادهم وعم بتموت، عم تسقط الأم تلو الأخرى وهن بناطين أولادهم. فقد صعب الأمر أنه يضلوا الملف الإنساني هيدا مخبى. لهالسبب هذا أنا بدي أطلب بصرخة عبركم أنتو للأمم المتحدة للمنظمات الدولية تساعدنا، لأنه الظاهر أنه مع الأسف الشديد الدولة اللبنانية مع الدولة السورية ما قدرت عملت شيء عبر هالوقت هيدا. فنحن بدنا حدا يساعدنا من المنظمات الدولية، منظمة الصليب الأحمر الدولي وعبر الدولة اللبنانية والدولة السورية لتحافظ على هالمعتقلين. طيب. وترجعوا لأهليهم، أو عبر قطر وتركيا إذا كان صح إن شاء الله مثل ما قال اليوم أنه أطلق سراح 27 معتقل من داعش أطلقتهم، فمن المفروض أنه تركيا أو قطر يساعدوا لإرجاع اللبنانيين إلى عائلاتهم المنتظرة. طيب. نتمنى أن توصل لأنه الرسالة. صدنا اليوم. طيب. أنه نعم، عذرا لضيق الوقت. نعم. يعني بس أنا بدي أقول لك أنه اليوم نعم بدي أقول لك أنه آلاف الأمهات اليوم كل وحدة عم بتقول هذا ابني اليوم طبعاً طالع طبعاً من بيروت. علي أبو دهن، السجين اللبناني السابق في سجن تدمر بريف حمص، شكرا جزيلا لك.